الليرة اللبنانية تتربع على عرش أضعف العملات حول العالم، هذا ما تؤكده فوربس بحسب آخر تصنيف لها المتماهي مع تصنيف سابق لبلومبرج اعتبرت فيه أن العملة اللبنانية هي الأسوأ أداءً منذ بداية العام 2024. المعايير المعتمدة في هذه التصنيفات غير واضحة، وبقدر ما تثير المخاوف من انعكاساتها على الواقع الاقتصادي تشرع أسئلة عن إمكانية وجود خلفيات سياسية لها. مش واضح شو هي المعايير، يعني شو قصدهم بأضعف عملة. واحد بده يكون حذر على المصدر يلي عم بيطلع هالتصنيفات وهالأرقام. ما في شيء اسمه تصنيف أضعف عملة وعملة. هني أخذوا شيء كتير مبسط، يعني أخذوا قدي سعر الصرف مقابل الدولار وشافوا السعر الصرف الأقل والسعر الصرف الأكثر رقميا فقط، مش أكثر من هيك. يعني ما شافوا المحيط الاقتصادي والأداء الاقتصادي والإجراءات النقدية يلي عم بيخدها كل بلد. إذا بدنا نحكي عن التصنيفات، التصنيفات الأهم هي التصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف العالمية S&P Global Ratings، Moody's Investor Services، Fitch Ratings. هذه التصنيفات متعلقة بموضوع الإصلاحات يلي مؤجل لغاية اليوم وما رح تتغير، يعني ما رح تتحسن. نحن بأدنى مرتبة أو تاني أدنى مرتبة على سلم التصنيفات لهالثلاث وكالات. هديك التصنيفات يعني ما لها قيمة أنا برأيي، وهيدي أكثر ضجيج من أنه شيء جدي يعني وبيأثر على الأسواق وعلى سعر الصرف. ما لم يلحظه هؤلاء أن سعر صرف الليرة اللبنانية حافظ على استقراره على الرغم من التحديات الأمنية المتتالية التي نشهدها، إذ وبعدما كان قد وصل سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 141 ألف ليرة للدولار الأمريكي الواحد في 21 أدار من العام 2023، تحسن تدريجياً بعد سلسلة إجراءات لمصرف لبنان ليستقر على 89500 ليرة منذ شهر تموز من العام المنصرم حتى اليوم. إذا عم نحكي فقط على استقرار سعر صرف الليرة، بدنا نرجع ل 2023 وقت اللي مصرف لبنان اتخذ قرار بسحب جزء من الكتلة النقدية بالليرة من السوق، واستطاع أنه يسحب 22 تريليون ليرة بال 2023، يعني خفض حجم الكتلة النقدية تقريبا ب 29%. وما زالت سياسة مصرف لبنان مستمرة بهالمنحة، وهو تجنب ضخ سيولة كبيرة بالليرة اللبنانية بالسوق. الخطوة الثانية اللي قام فيها مصرف لبنان هو ضغط على الحكومة من خلال وزارة المالية وقال لهم أنه أول شيء رح يوقف تمويل العجز بالموازنة إن كان بالدولار الأمريكي أو بالليرة اللبنانية، وتانيا طلب من وزارة المالية أن تجبي رسومها وضرائبها على سعر صرف الحقيقي بالسوق، يعني على 89500 أو مثلا الجمارك بالدولار النقدي أو بالليرة نقديا. وهيدا خفف الضغط على احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، لبل ارتفعت هالاحتياطات بمليار و300 مليون دولار منذ آخر تموز، بين آخر تموز وآخر حزيران، وهيدا عزز احتياطي مصرف لبنان السيولة الجاهزة إلى تقريبا 10 مليارات دولار بآخر حزيران. فهيدا سبب استمرار استقرار سعر الصرف، ومصرف لبنان مستمر بهالسياسة. أكبر الضربات لأي اقتصاد مهما بلغت قوته هي الضربات الأمنية، وقد تلقى لبنان ما يكفيه منها مؤخراً. يضاف إلى ذلك عدم الاستقرار السياسي المتمثل بشكل أساسي بالفراغ الرئاسي وبشلل حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب العاطل عن التشريع. وفي فرص ضائعة على الاقتصاد اللبناني، يعني بال 2023 كان مفروض الاقتصاد اللبناني يسجل نمو نسبته 2% بسبب بدء العمليات الإسرائيلية ب 28 الأول. أنا برأيي أنه الاقتصاد سجل نمو إيجابي ولكن 1% بدل 2%. بال 2024 الوضع أخطر. ليش؟ لأنه ما عندك رؤية اليوم، وبالتالي في ثلاث سيناريوهات لل 2024. أول سيناريو هو استمرار الوضع على ما هو، يعني الاعتداءات الإسرائيلية بالجنوب وبالبقاع على الأقل لآخر السنة، وأنا بعطي احتمال أو نسبة 40% ل 50% استمرار الوضع الحالي على ما هو. السيناريو الثاني هو اللي عم بيهدد فيه العدو الإسرائيلي، وهو توسع الحرب، وكمان بعطيه هيدي نسبة 40% تقريبا.
والسيناريو الثالث هو التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام، وبعطيه احتمال 10-15% أنه يحصل هذا السيناريو. بأول سيناريو استمرار الوضع على ما هو، إذا كان عندنا موسم سياحي جيد أنا بتوقع نشهد نمو شيء 0.5% 0.6% بال 2024. السيناريو الثاني توسع الحرب، يعني هون منصير عم ندخل بانكماش اقتصادي تقريبا 10-15%، وفي حال وقف اطلاق نار بالعكس هذا بيشكل صدمة ايجابية، بتصير الصورة واضحة، بيبدأ اعادة الاعمار بالجنوب، وهذا بيؤدي الى نمو انا برأيي على الاقل 1%. هي ثلاثة سيناريوهات لا رابع لها، فأي منها سيتحقق؟ وكيف سينعكس ذلك أولاً على سعر صرف الليرة وثانياً على الاقتصاد اللبناني؟ لننتظر ونرى.